راندال هو صحفي أمريكي ولد عام 1960، ومن طفولته حلم بالعمل كصحفي، فانضم لفريق الصحافة في المدرسة إلى أن تمكن من الحصول على منحة لدراسة الصحافة في الجامعة. بعدها تخرج وعمل كمراسل صحفي في إحدى الجرائد المحلية لعدة سنوات، إلى أن تمكن من الانتقال لأكبر صحيفة في ولاية كولورادو، وهناك سطع نجمه كصحفي لامع، وظل يرتقي في سلم الصحافة إلى أن أصبح رئيس التحرير في تلك الصحيفة عام 1999. وكانت الإنترنت حينها ما تزال في بداياتها، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وتهب رياح معاكسة لسفن الصحافة الورقية. وخلال 10 سنوات فقط وجد راندال نفسه مضطراً لإغلاق الصحيفة وتسريح 200 موظف كانوا يعملون فيها، وفي السنوات التالية لحق بهم نصف العاملين في هذا المجال تقريباً. وخسرت الصحافة 10 مليارات من الدولارات حول العالم، واضطر راندال في منتصف العمر أن يبدأ من جديد بعدما تغيرت الصحافة بالكامل بسبب الإنترنت. ما حصل لراندال حصل لكثيرين في أكثر من مجال، ولكن ماذا لو علم راندال بمصير الصحافة الورقية قبل أفولها ب10 سنوات؟ يمكن كان حول صحيفته إلى موقع إلكتروني وارتفعت أسهمها مع الوقت، لكن ما حد كان يتوقع أن تحقق الثورة الرقمية هذه التغيرات الهائلة. اليابان هي موطن الناس الأطول أعماراً في العالم، فمتوسط عمر الرجل في اليابان هو 80 عاماً، في حين يصل متوسط عمر السيدات إلى 87 عام. قد حد يقول إن هذا شيء رائع، وهو فعلاً رائع، لكن هناك مشكلة، وهي أن أكثر من ربع سكان اليابان تخطوا 65 عاماً. هذه النسبة راح توصل في 2050 إلى 39%. هذا معناه أن هناك طلب متزايد في سوق العمل على وظائف رعاية كبار السن، وهنا تظهر أهمية الصناعة المستقبلية التالية، وهي صناعة الروبوت. هذا هو أسيمو، وهو روبوت تنتجه شركة هوندا، وتم تصميمه لخدمة الإنسان، ويستطيع أن يساعدكم في الأعمال المنزلية ويساعد المرضى في الجلوس والنهوض، ويفهم الطلبات المختلفة ويتحدث مع الإنسان، ويقوم بتحضير القهوة وأحضارها، بل ويلعب الكرة ويرقص أحياناً. لكن ثمن أسيمو الآن يقارب 2.5 مليون دولار، إلا أن هذه التكلفة سوف تنخفض كل عام مع ازدياد الإنتاج، وربما يكون أسيمو هو الحل الأمثل لمشكلة تقدم السن في اليابان، اللي راح تحتاج إلى 4 ملايين ممرض وممرضة لرعاية كبار السن بحلول العام 2025، وهم يملكون حالياً فقط 1,400,000 ممرض. أسيمو هو نموذج واحد من نماذج روبوتات كثيرة، مثل ريبا، وهو روبوت على شكل دب مثل ما تشوفون، ويستطيع أن يحمل إنسان يصل وزنه إلى 80 كيلوغرام، يحمله من السرير ويحطه على الكرسي أو العكس. وأيضاً هناك كوزمو، وهو روبوت أشبه بالحيوان الأليف، يتعلم ويلعب ويغضب ويضحك، وهذا الروبوت متوفر للبيع فعلاً منذ عام 2016. تعرفون كم عدد وفيات حوادث الطرق سنوياً؟ أكثر من 1.5 مليون إنسان. هذا العدد قد يتم تخفيضه بنسبة 90%، لكن كيف؟ باستخدام السيارات ذاتيات القيادة، ولذلك تستثمر الكثير من الشركات في هذه التقنية، وعلى رأسهم تعرفون من؟ مش هوندا ولا تويوتا ولا مرسيدس، بل جوجل، اللي نجحت في عام 2015 انها تسجل اول رحلة كاملة لسيارة ذاتيات القيادة، وفي عام 2016 هالسيارة قطعت 3 ملايين كيلومتر. هناك الكثير من شركات السيارات الأخرى تستثمر أيضا في هذا المجال، منهم مرسيدس وتسلا وفورد، اللي تستخدم سياراتها حاليا شركة أوبر لتكوين أسطول بدأ العمل بالفعل في سبتمبر 2016 في بيتسبرغ في أمريكا. ويقول مسؤولو أوبر أن السيارات ذاتية القيادة ستخفض تكلفة الميل الواحد في السير بنسبة قد تصل إلى 90%. وفي دبي
تم الإعلان عن نية الحكومة لتحويل 25% من أسطول النقل العام في حلول عام 2030 ليكون ذاتي القيادة. التطور جميل ومهم، ولكن ماذا عن الجانب الاجتماعي؟ أمريكا بتخسر بسبب صناعات المركبات ذاتية القيادة والروبوتات تقريباً 66% من وظائف البشر فيها في العقود القليلة القادمة. تعرفون هذا شو يعني؟ يعني أن حينها المجتمعات على مستوى العالم كله، مش فقط أمريكا، المجتمعات بتدخل في أزمات حادة. بعد صناعة الروبوتات تأتي صناعة لا تقل أهمية عنها، وهي صناعة الجينومكس أو ما يطلق عليه علم الجينوم. وقد حد يتساءل ويقول، وهل هذه صناعة بالأساس؟ الحقيقة هي أن التقدم الكبير اللي حدث بعد فك شفرة الحمض النووي DNA حول هذا المجال لصناعة صاعدة بسرعة كبيرة. بدأت الشركات مؤخراً في الدخول في عالم الجينوم والDNA. فمثلاً شيء من الشركات تأخذ منك عينة من لعابك، ثم تقوم بتحليل DNA وتخبرك أنت من أين أصولك وما هي الأعراق اللي داخله في تكوينك. وهناك شركات أخرى تأخذ عينة من دمك وبعدين تقول لك كم هو عمرك الحقيقي. حد بيقول كيف يعني؟ خلينا نشوف. خلايا الجسم فيها أشياء تسمى كروموسومات على شكل حرف X. في أطراف الكروموسومات هناك مناطق تسمى تيلوميرز. لما الإنسان يولد تكون هالمناطق طويلة ومع الوقت تقصر. تعرفون ليش؟ لأن الخلية لما تنقسم علشان الجسم يعني يبقى في حيويته ويتجدد، التلومير هذا يصغر مع الوقت فيشيخ الإنسان ويمرض ومن ثم يموت. الآن هناك شركة اسمها تيلوييرز. هذه الشركة تبعث لك هذا البوكس إلى البيت، تعطيهم عينة من دمك وتبعثها للشركة، وبعد شهر يخبرونك كم هو بالضبط عمرك البيولوجي. شو يعني العمر البيولوجي؟ أحياناً يكون إنسان مثلاً عمره 20 سنة لكن جسمه يبدو وكأن عمره 30 أو حتى 40 سنة، وأحياناً يكون أصغر من ذلك. الآن بنسوي اختبار وخلونا نشوف. العملية بسيطة جداً. هذه هي محتويات البوكس. شو اللي يصير؟ أول شيء تقوم بتطهير إصبعك. طيب؟ بعد التطهير هنا تكمن الإبرة. تضع هذا الجهاز، تضغط حتى تسمع صوت. بعد الصوت بيطلع دم. هني شو اللي تسوي؟ تمسح أول قطرة من الدم، وبعدين باستخدام القطنة عليك أن تملأ القطنة كلها بالدم. وايد مهم أن القطنة مثل ما تشوفون تكون مليئة بالدم. ليش؟ لأن الشركة تحتاج إلى كمية كافية لتقوم بتحديد، أنا شكل دمي ما يطلع بشكل سريع، لتقوم بتحديد عمرك البيولوجي. طبعا مثل ما قلنا الشركة تقوم بفحص التيلوميرز اللي في داخل جسمك اللي في الكروموسومات. تعتقدون هذا كافي ولا زيادة؟ خلنا عصير الدم زيادة. اللي ممكن ما يحبون منظر الدم لا يشوفون، إن حد من الناس عندهم مشكلة مع منظر الدم، طبعا هالموضوع يعالج نفسيا. أعتقد بهالطريقة خلاص كافي. بعد ما نخلص عندنا العلبة هذه، نضع فيها الورقة أو القطنة، نغلق العلبة ونضعها في هذا الظرف، هي وباقي الأغراض. وبعد شهر واحد يرجعوا لك بإيميل فيه التفاصيل، يقولك بالضبط أنت كم هو عمرك البيولوجي. هناك اختبار DNA يخبرك بالأمراض اللي قد تصيبك لما يتقدم بك السن. ومن خلال هذا الفحص استطاع سيرجي برين أحد مؤسسي جوجل أن يعرف بأنه معرض لإصابة، تعرفون لإيش؟ لمرض باركنسون أو الشلل الرعاشي لما يكبر. وشو سوى؟ قام بتغيير حياته تماماً، ما قام يشرب إلا شاي أخضر، وقام يسوي رياضة كل يوم، وتغيرت كل حياته. تصوروا بهذه الفحوصات كم من أرواح سوف ننقذ وكم من أمراض سوف نتفادى. تبون تسمعون شيء غريب؟ طيب، هناك عالم جينات اسمه كريغ فينتر. هذا الشخص أنشأ مشروع في عام 2014 يهدف لتعديل أجنة الخنازير وراثياً
يصبح بإمكان الإنسان أن يزرع أعضاءهم بعد أن يولدوا في داخل جسمه إذا أصاب فشل. الهدف هنا أن يخلي هؤلاء الأجنة بالتعديل الوراثي أنسجتهم شبيهة بنسيج جسم الإنسان. هذا الأمر راح يساعد ملايين الناس حول العالم اللي قاعدين ينتظرون منذ سنوات بألم ينتظرون أن في شخص يتبرع لهم بالعضو اللي يحتاجونه. علم الجينوم بدأ يدخل في الكثير من الاستخدامات، ويتوقع أن تصل قيمة هذه الصناعة $1 تريليون. تصوروا، لكن هذا إذا افترضنا بقاء الدولار. حد بتقول شو يعني بينتهي الدولار؟ ربما، وقد تنتهي النقود من العالم تماما وتحل محلها صناعة مستقبلية واعدة اسمها Codification of Money. في عام 2009 قام مؤسس تويتر جاك دورسي بالاشتراك مع صديقه جيم ماكالفي بتأسيس شركة جديدة اسمها سكوير، تسعى لإحداث ثورة في طرق الدفع عن طريق التخلص من البطاقات والأوراق النقدية واستخدام الهواتف الجوالة عوضا عنها. وكل ما تحتاجه هو أن تضع جوالك على جهاز خاص في المحل أو في محطات المترو مثل ما هو موجود في مترو لندن، فيخصم المبلغ المطلوب من حسابك البنكي أو من بطاقة الائتمان مباشرة. أكيد سمعتوا عن السوبر ماركت الافتراضي. أول محل من هالنوع تم افتتاحه في كوريا عام 2011، والفكرة أنك تقوم باختيار ما تريده من بضائع من فوق الأرفف الافتراضية، وبعد ما تخلص تذهب لجمع ما اخترته من عند الكاشير. يعني أنت فقط تختار، ما تشيل أي شيء في يدك، وبعد ما تدفع تأخذ البضاعة وتمشي. لكن الجديد في السوبر ماركت اللي أعلنت عنه أمازون قبل مدة أنك تأخذ البضاعة اللي ترغب فيها وانت حامل هاتفك طبعا، ولما تطلع يقوم تطبيق الشركة بحساب مجموع البضاعة اللي اشتريتها ويخصمها من حسابك البنكي مباشرة. هل سمعتوا عن العملة فوق القومية؟ شو يعني؟ هناك شيء اسمه بيتكوين، وهي عملة ما تتحكم فيها جهة معينة، أي أنها لا تصدر من دولة محددة مثلا الريال السعودي أو الدرهم الإماراتي، بل موجودة افتراضيا في شبكة الإنترنت ومتداولة إلكترونيا في كل مكان، يعني ديجيتال كارنسي تماما مثل النقود الإلكترونية في الألعاب. في عام 2008 لما انهار بنك ليمان براذرز، نشر شخص مجهول باسم ساتوشي ناكاموتو ورقة فيها معادلات رياضية كانت الأساس لصناعة عملة بيتكوين كحل جذري للأزمات الاقتصادية اللي قد يسببونها رجال الأعمال والبنوك العالمية. ورغم أنها ليست عملة حقيقية تمسك باليد أو نسحبها من الصراف الآلي، وأغلب دول العالم ما تعترف فيها، لكن منذ ظهورها وحتى الآن وصلت قيمتها إلى أكثر من $21 مليار. السؤال الآن هو كيف أحصل على بيتكوين؟ إما أنك أنت تشتريها بالدولار وهي طبعا غالية، أو أنك أنت تبادلها بشيء معين كسيارة أو ساعة، أو أنك أنت تنقب عليها مثل الذهب ولكن بشكل افتراضي. شو يعني؟ عملية التنقيب ببساطة هي أنك أنت تدخل كمبيوترك ضمن شبكة عالمية على الإنترنت حتى يستخدم لتحليل بيانات حسابية ونحل المعادلات الرياضية، وكلما كان جهازك ذو قوة تحليلية عالية استطاع أن يساهم أكثر في تلك الشبكة، تحصل أنت في المقابل على عملات بيتكوينز. وقد يسأل سائل، إذا كانت هذه العملة غير معترف بها دوليا فشو اللي أقدر أشتري بها؟ أشياء كثيرة بتتفاجئون. فقبل سنتين شركة دل للكمبيوترات أعلنت عن قبولها لبيتكوينز كعملة لقاء شرائك أي منتج من منتجاتها. مايكروسوفت أيضا صارت تقبل البيتكوينز في الأونلاين ستور الخاص بهم، وهناك شركة أوروبية اسمها showroomprive.com تبيع ملابس ومساحيق تجميل وأكسسوارات، هذه الشركة أيضا تقبل بيتكوين. باختصار هناك أكثر من 200 شركة في العالم تتعامل بهذه العملة اليوم. التطورات العلمية السريعة تصيب البعض بالقلق والبعض بالذهول، لكن الناس الأذكى هم الذين يصابون بالحماس لكي يواكبوها بشغف. وهناك صناعات مثل الروبوتات وصناعة الجينوم
والعملات فوق القومية وغيرها، كلها تصيب صناع القرار بالارتباك نوعا ما أينما كانوا. ولكن لا أحد يستطيع أن يوقف قطار الحضارة، تعرفون ليش؟ لأن الواقع أقوى من أي شيء، وكما تقول الحكمة إن أكبر مخاطرة ألا نخاطر. هي لحظة الكشف البعيد، بها تنكشف الطلاسم. هي لحظة الكشف البعيد.